تحقيق العشرين تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. السلام عليكم. كنت شكر 8 صحافة اللي تحضرن حماس زوز مياز غصديق العيد المرأة احتفل حتى الحسن تبارك الله يا ربي اسمه غيت العدد مصغارين قايل العيد المرأة قايل العيد فولكين احتفل مصغارين المهم تبارك الله يا ربي فربي مصغارين وانت غيت العدد ميتنا المهم يفشي. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في محل إحياء الأواني المنزلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كما كتشوفوا الأجواء تبارك الله الاحتفال المناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة عند إحياء الأواني المنزلية. كما كتشوفوا الأجواء تبارك الله النساء كلهم فرحانات والحمد لله. السي حسن كل سنة كيحتفل معنا بل الأثمنة ما شاء الله الأثمنة في الأجهزة المنزلية في المتناول والتعامل طب ما شاء الله. وكنتمنوا الاستمراريه وكنتمنوا ان المحلات الاخرى حتى هي تتعامل بهذه الطريقه باش كيتعامل السي حسن. كيتعامل مع النساء ومع حتى الرجال تبارك الله تيكونوا حتى من بين الزبناء تيكونوا الرجال. انا اللي كنشوف هي ان تبارك الله الاثمنه في المتناول وما شاء الله للتعامل والاجهزه ديالو ما شاء الله. انا من الزبونات القدماء اللي تبارك الله من قبل من كورونا كوزينتي كلها من عنده وكنشكروا على هذا التعامل كنشكروا على هذا الحفل وعيد مبارك للنساء جميعا خارج داخلا وخارج المغرب. شكرا لك.